بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الثلاثاء الموافق 27/7/2021 استلمنا اليوم الدفعة الأولى من لحوم الأضاحي لمديرية أوقاف كفر الشيخ. تم اليوم استلام الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحي بمديرية أوقاف الدقهلية اليوم الثلاثاء الموافق 27/7/2021. وصلت الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحي إلى مديرية أوقاف قنا وأربعة قن. لقد وصل اليوم الثلاثاء الموافق 27/7/2021 أول دفعة من لحوم صكوك الأضاحي في محافظة سوهاج، وكل عام وأنتم بخير.